بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل الباحثين في دبلوم تنظيم وطرق عمل مادة السلوك التنظيمي. أتمنى أن أنتم تكونوا كلكم بخير، وربنا يحفظ بلدنا ويحفظنا كلنا. أنا مش هشرح، لكن أنا هفكركم بالموضوعات الأساسية اللي احنا خدناها. كل موضوع بيتكلم عن إيه، وزي ما انا قلت لكم في المحاضرة ان انا مش بمتحن حفظ، انا بمتحن فكر. فانت بتدرس الموضوع ككل، وبتشوف كل موضوع من الموضوعات اللي احنا درسناها بتأثر ازاي في مجال العمل. نبتدي بأول موضوع. الموضوع الأولاني بيتكلم على الإدراك والإحساس، وبنتناول فيه عدة موضوعات. الموضوع الأولاني بيتكلم على مفهوم الإدراك، الموضوع الثاني مفهوم الإحساس، العوامل المؤثرة على الإدراك، إيه معوقات عملية الإدراك في الإدارة، وأهمية عملية الإدراك في الإدارة. طبعا احنا عايزين نقول لكم ان انت بتحس الاول ولا بتدرك الاول؟ لا، بتحس الاول. بتحس عن طريق ايه؟ عن طريق الحواس الخمسة. اول ما تكون معنى للحاجة اللي انت حسيتها بيبتدي عملية الادراك. عشان كده الادراك ده بيعتبر من اهم العوامل اللي بتشكل السلوك الانساني، وسلوك الفرد ده بيكون يمثل انعكاس لادراكه. يعني معنى كده ان الادراك هو جوهر عملية الاتصال، وهو اللي بيحدد فعاليتها. طبعا احنا خدنا من خلال هذا الموضوع ايضا ان عملية الادراك بتمر باكتر من مرحلة، بتبتدي بالمؤثرات واختيار الحواس المؤثر، ادراك وتنظيم وتفسير والتفسير، وبعد كده بينتج عنها عملية الاستجابة. طبعا الاحساس بيكون له مصادر خارجية وليه مصادر داخلية وليه مصادر عضلية او حركية. طب وبنرجع نقول هل الاحساس بيتعرض للخطأ؟ بتخطئ الحواس ايضا في معرفة الاشياء الملموسة، وده بنسميه حاجة اسمها خضاع البصر. وممكن الفرد بيرى بعينه شيئا ملموس لكن هو بيدركه على غير حقيقته. وموجود الشكل بيوضح في الكتاب وحضراتكم كلكم عندكم. طب هل هناك علاقة بين الإدراك والإحساس؟ يعني مين بيجي الأول؟ أكيد طبعا الإحساس بيجي قبل الإدراك. وزي ما قلت لك الإدراك معناه إحساس زائد إيه معنى. الفرق الجوهري بين الاثنين ان الإحساس هو مرحلة أولية للوصول لإدراك، ولا إدراك بدون إحساس. لكن ممكن الإنسان يحس وما يدركش. طب إيه العوامل اللي بتأثر عملية الإدراك؟ في ثلاث أنواع من العوامل. في عوامل متعلقة بالفرد المدرك زي اتجاهاته ودوافعه واهتماماته وخبراته السابقة وتوقعاته، وفي عوامل متعلقة بالأشياء المدركة زي الحداثة والحركة والصوت والحجم والخلفية والمكان، وفي عوامل متعلقة بالموقف. برضو مهم جدا ان احنا ندرس ايه هي معوقات الادراك، وبعد كده اهمية عملية الادراك في الادارة. عايزين نقول ان كل انسان بيدرك العالم من حوله من خلال حاجة اسمها خريطة ذهنية. مين اللي بيحط لها حدود؟ حضرتك اللي بيحط لها حدود، وبتختلف هذه الحدود كل واحد فينا عن الاخر. الخريطة دي ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون صغيرة، ممكن تكون مضيئة، ممكن تكون مظلمة، منقسمة إلى حاجتين: الواقع زي ما كل واحد فينا شايفه، والقيم والعادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها. بناء على الحاجتين دول بتبدأ تحط تصورات لكل شيء حواليك. طيب هل عملية الإدراك بتؤثر في الإدارة؟ طبعا أكيد. عايزين نقول ان التعرف على انماط السلوك المختلفه لدى الافراد، ويعتبر طبعا الادراك من اهم العوامل اللي بتشكل السلوك الانساني. وزي ما قلنا قبل كده ان سلوك الفرد ده بيمثل انعكاس لادراكه. التعرف على الحاجات والرغبات غير المشبعه والتركيز عليها من قبل الاداره، ايضا تحديد العوامل اللي بتاثر على مدركات الافراد، واحداث تغيير في سلوك الافراد عن طريق معرفه المجال الادراكي لهم. فكل هذه الموضوعات بالنسبة للإدراك أتمنى أن حضراتكم تكونوا ملمين بيها. وأي مشكلة في هذا الموضوع أأكد أن احنا هنرجع على الجروب اللي احنا عاملينه على الواتساب ونشوف. الموضوع الثاني برضو أنا برضو مش هشرح، لكن هفذكر حضراتكم ببعض الموضوعات. الاتجاهات اتكلمنا فيه على أربع موضوعات أساسية. يعني إيه اتجاه؟ إيه المكونات الأساسية للاتجاه؟ وإزاي بنكون الاتجاه؟ وإيه تغيير الاتجاه؟ وإيه العوامل المؤثرة على تغيير الاتجاه؟
طبعا الاتجاهات دي من اهم المجالات فهم السلوك الانساني، وتساعد في تنظيم سلوك الفرد وتحقيق طبعا الاستقرار النسبي في تصرفاته. الاتجاهات ببساطة كده هي ممكن تكون ايجابية، ممكن تكون سلبية او حيادية. وفي اكتر من تعريف للاتجاهات، من ضمن هذه التعريفات نقدر نقول هو استعداد فطري ذهني نفسي عصبي للفرد وتنظيمه خبراته الشخصيه لان يستجيب لصالح او ضد نوع معين من الاشياء او المواقف او الموضوعات او الافراد. يعني معنى كده ان هو استعداد فطري ذهني من البدايه، وانت ممكن تكون اتجاهاتك تجاه موضوع، تجاه شخص، تجاه موقف، تجاه شيء معين. ممكن اتجاه الطالب مثلا نحو كليه التجاره، اتجاه الطالب نحو ماده العلوم السلوكيه، اتجاه الفرد نحو جماعة سياسية معينة، اتجاه المرؤوسين نحو القادة الإداريين بتوعهم، اتجاه الفرد نحو نادي رياضي معين. فدي كلها أمثلة للاتجاهات. المكونات الأساسية للاتجاهات عندك 3 مكونات أساسية: مكون معرفي ومكون عاطفي ومكون سلوكي. طب هل في عوامل بتؤثر على تكوين الاتجاهات؟ أكيد. أول حاجة المجتمع والفرد اللي بتسوده، المثل الأعلى عندك وظروف الحياة الخاصة بالفرد، التعليم اللي انت اتعلمته أكيد بينعكس على اتجاهاتك، المعلومات والخبرات المتراكمة عند الفرد وكل التجارب اللي مر بيه في حياته أثناء إشباع حاجاتك المختلفة، تفاعل الفرد مع الجماعة اللي هو بينتمي إليها، كل دول بينعكسوا على اتجاهات الايه الفرد. طب هل ممكن احنا نغير من اتجاهات الفرد؟ اكيد طبعا ممكن نغير من اتجاهات الفرد. طب ايه هما صور التغيير؟ عندك صورتين اساسيين اللي هو اتجاه من مؤيد الى معارض او موافق الى غير موافق والعكس، نقدر نقول ايجابي سلبي او سلبي ايجابي. او الصورة الاخرى انك انت بتأكد في الايجابية او السلبية، تحب قوي او تكره ايه قوي. طب هل في عوامل بتؤثر على تغيير الاتجاهات؟ اه طبعا قوة الاتجاه، يعني كلما زاد حدة الاتجاه سلبا او ايجابا ده صعب انك انت تغيره. يعني زي ما دايما احب اقول لكم، الناس اللي هي بتحب نادي رياضي معين هل ممكن انها تغير وتشجع نادي اخر؟ يعني اكيد اللي بيحب الاهلي بيحب قوي واللي بيحب الزمالك بيحب قوي، فمن الصعب انك انت ايه تغير اتجاه. مدى بساطة أو تغيير اتجاه، مدى نجاح الاتجاه في الحالي في تحقيق وظائف معينة زي المعرفة أو المنفعة أو تحقيق الذات أو الدفاع عن الذات، مدى توافق الاتجاه الجديد مع باقي الاتجاهات الخاصة بالفرد. يعني معنى كده أن كل ما زاد التوافق بين الاتجاهات اللي بتشكل شخصية الفرد ده من الصعب تغيير إحدى الاتجاهات اللي بتكون متسقة. اما شخصيه الفرد، في شخصيه ممكن تقبل الاتجاه وفي شخصيه لا تقبل الايه تغيير الاتجاهات. مستوى ذكاء الفرد وقدرته برضو، يعني في بعض الافراد بتعرف امتى تغير من اتجاهاتها، مدى تاثير الفرد بوجهات نظر الاخرين، مدى حساسيه الفرد للموضوعات لموضوع الاتجاهات. دي العناصر الاساسيه لموضوع التاني وهو موضوع الاتجاهات. وزي برضو باكد وزلت اكد ان احنا بناخد الموضوع ككل. انا مش هسالك على حاجه معينه زي مثلا المكونات الاساسيه للاتجاه، لا انا بتكلم على الموضوع ككل. بعد كده الموضوع الثالث وهو موضوع الدافعية. موضوع الدافعية تناولنا فيه اكتر من موضوع، تعريف الدافعية، علاقة الدافعية بالاداء، ايه النظريات اللي درست الدوافع، وهل كيف يمكن منظمة الارتفاع بمستوى دافعية الايه العاملين. طبعا الدافعية معناها رغبة الفرد في اشباع حاجاته الناقصة وقيامه بسلوك معين من اجل اشباع تلك الحاجات. يعني معنى ايه؟ عندك حاجة ناقصة انت عايز انك انت ايه تشبعها، بيترتب عليها نوع من القلق او التوتر او عدم التوازن. بيزول امتى التوتر؟ لما تشبع هذه الايه الحاجة. طب هل الدفعية دي بتأثر على الأداء في العمل؟ طبعا أكيد، ده أداء الموظف بيساوي قدرته في رغبته، قدرته على أداء هذا العمل ورغبته في أداء هذا العمل، أو نقدر نقول الدفعية. طيب ايه النظريات اللي فسرت هذا الموضوع؟ في نوع من النظريات، النظريات الاولى بنسميها نظريات المحتوى، ودي بتدرس نوع الحاجه اللي تحرك الانسان وتثير حماسه. يعني ببساطه ايه اللي بيدفع الانسان للعمل، زي نظريه اكس وواي، نظريه تدرج الحاجات لمصله، نظريه الدرفر، نظريه ميكلي لاند الدافع الانجاز، نظريه العوامل الدافعه والعوامل الصحيه الهيرزبرج.
النظريات الأخرى التي ركزت أيضا على نظريات الدوافع، وتركزت هنا نظريات العمليات على المؤثرات الخارجية. نظريات المحتوى ركزت على اللي بيحرك الإنسان ويثير حماسه، أما نظرية العمليات هي اللي ركزت على المؤثرات الخارجية اللي تؤثر على السلوك الإنساني. وكان منها نظرية التوقع لفيكتور فروم، نظرية بورتر وولولر، ونظرية العدالة، ونظرية الهدف. أي مشكلة أي نظرية حضرتك هتبعت لي على الواتساب، وأنا ما عنديش مانع أن أنا أشرحها لك. بعد كده كيف يمكن الارتقاء سوري كيف يمكن المنظمة الارتفاع بمستوى دفعات العاملين، برضو لابد ان احنا نركز على هذه النقطة طبعا من خلال بقى دراسة دوافع العاملين وايه العوامل اللي تؤثر عليها باستمرار عشان تقدر تقدم لهم الحوافز الملائمة، تقديم الحوافز المادية والمعنوية اللي تلائم نوع الحاجات ودرجة اهميتها للعاملين. العدالة مهمة جدا في توزيع في تقديم الحوافز، توجيه العاملين نحو الاعمال اللي بتتفق مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم، تزويد العاملين بكافة المعلومات الممكنة عن المنشأة، ده بيزود ارتباط الموظف بالمنشأة وبينتمي إليها، وده بيرفع من مستوى دفاعيته للعمل. تصميم البرامج التدريبية لتنمية وتدريب العاملين لزيادة دفع الإنجاز عندهم، إشعار العاملين بقيمتهم وقيمة العمل اللي بيقومون بيه مهما كان هذا العمل صغير أو بسيط، طبعا ده بيعتبر دافع مهم جدا للعاملين. إخبار العاملين بنتيجة عملهم وده إشعارهم بتقدير المنظمة لها لهذا الجهد. توسيع وتنويع مهام الأفراد ومسؤولياتهم وزيادة سلطاتهم، العمل بروح الفريق، العمل الجماعي ده بيكون مصدر مهم جدا لتحريك حماس الأفراد ويحرك دفاعيتهم، مشاركة العاملين في اتخاذ القرار مهم جدا أيضا يزود من حماس وانتماء الموظف ليه ودفعته للعمل. تأكيد دور الأهداف في الارتفاع بمستوى دفعات العاملين وحفظهم للعمل، ولابد من مشاركتهم في وضع الأهداف وأن تحظى طبعا بالرضا والقبول الوظيفي. دي الثلاث موضوعات المهمة اللي احنا اتفقنا ان احنا نركز عليها. احنا عاملين مع بعض جروب على الواتساب، اي مشكلة في اي موضوع ممكن ترجعوا لي ان احنا نعيدها مرة اخرى. بأكد مرة تانية ده كان بس موجز بنأكد على الموضوعات اللي احنا تم دراستها. تحياتي وربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله يا رب يحفظكم ويحفظ بلدنا.